ظهور نالين بيوتي مع حبيبها السري بإيطاليا. نعم مثل ما سمعتوا، فمن قبل فترة ونالين بيوتي تثير الجدل بعالم السوشيال ميديا بإشاعات علاقتها السرية وتحضيرها لخطوبتها القريبة. فهالإشاعات عم بتزيد يوم بعد يوم أكثر، ونالين لم ترد لحد الآن عن مدى صحة أو كذب هذه الإشاعات. فمن بعد عيد ميلادها 23 واللي احتفلت به نالين بيوتي بصحراء دبي باحتفال جدا ضخم، وانتشار إشاعات أن حبيب نالين بيوتي السري هو من قام بتحضير كل هالمفاجآت بما فيها هدايا الصندوق كاملة واللي كانت جدا ثمينة، حيث صار يراقب الجمهور خرجات نالين بيوتي الأخيرة. وآخر ظهور لها كان بإيطاليا، حيث سافرت لهناك للاحتفال بزواج أحد الأصدقاء واللي ما ذكرت هويتهم. فمن بعد تعليقها على أجواء الحفل وأنها عم بتفكر تعمل حفل خطوبتها هناك واللي انتشر بشكل كتير كبير، انتشر فيديو ثاني لنالين بيوتي وهي تظهر مع شخص غريب ما شاركت فيديوهات معه من قبل على قناتها، وزعم البعض أنه هالشخص هو حبيب نالين بيوتي السري اللي عم تخفيه عنهم واللي راح تعلن خطوبتها معه قريبا جدا، وشاف البعض الآخر أنه مجرد صديق مقرب لا غير. فشو رأيكم بالفيديو اللي انتشر وما مدى صحة الإشاعات بنظركم؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. اوكي يا جماعة، أنا وصلت ولحقنا كل شيء الحمد لله، بس ما قدرنا نصور، بس قاعدين عم ناكل والجو بالمكان اللي أنا فيه حاسة حالي يعني ما بعرف المكان اللي أنا فيه بجنن، يعني عشوي عم أقول بدي أخطب هون، بدي أعمل خطبتي هون، بس أنا بنفس الوقت نورية، يعني بحب الدش دش دش والطبلة والدبكة والهالشغلات، فما قادرة يعني أتأقلم. ممكن عشا هون، عيد ميلاد هون، بروبوزل هون، بس إنه دش 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 لا. خلي أصور لكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل الأخبار من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في، كن دائما الأقرب.